يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت. كده يا حباب قلبي بقى انا حابه اوريكم الاكل الجميل. باذنجان ده طعمه تحفه بجد، والفراخ طبعا متعودين عليها انتوا عارفينها وعارفين طبعا الطريقه بتاعتها، وعامله الرز الجميله ابو شعريه، والبطاطس طاجن البطاطس بالفراخ بقى طعم الفراخ في البطاطس تحفه تحفه تحفه، والملوخيه الخضراء مش قادره اقول لكم بقى على الجمال الجمال الجميل. بس انا حبيت اوريكم الاكل كده معانا، هيفتح نفسكم وتقوموا تاكلوا. يلا قوموا كلوا معانا، ما تنسناش بقى بالله عليك يا حبيب قلبي في اللايك. يلا على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم؟ عملتوا ايه؟ وحشتونا وحشتونا قوي 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 قوي. طبعا عارفين انا كنت عند والدتي، كنا عاملين فيديو عندها هناك، فقلت لا بقى اجي بقى الشقه ونعمل اكل حلو كده. عملت فراخ محشيه ووراك، وعملت صينيه البطاطس الجميله دي بالفراخ برضو، اللي عايز كده ياكل اللي عايز كده ياكل. والرز بقى والملوخيه الجميله والباذنجان بقى اهو، مش قادره اقول لكم بقى على الباذنجان وجماله الباذنجان المخلل. بس احنا قلنا بقى ايه عشان احنا جعانين جدا جدا جدا. بس انتوا ليه ما دخلتوش على الفيديو بتاع المسابقه؟ الفيديو بتاع المسابقه عائله سعيد، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. هو عامل المسابقه 5000 جنيه، والله الكلام دوت ما فيك ولا كلام ولا اي حاجه، الكلام دوت بجد. هنعمل لكم ان شاء الله مسابقه حلوه جدا، خش عنده على القناه عائله سعيد، هسيب لكم اول لينك مثبت، خشوا شوفوه وشوفوا هو شروطه ايه وامشوا ورا شروطه، وان شاء الله حد فيكم يكسب ال 5000 جنيه. هو طبعا ما كسبش حد وكده، علشان لسه ما فيش مشاهدات، يعني الفيديو اللي انا عملته ما جاش مشاهدات عليه. فيا رب الفيديو ده ان شاء الله بقى تخشوا تشوفوه، علشان والله العظيم بجد بجد المسابقه زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. ايه يا سلمى ده؟ نهار اسوح، ايه ده؟ هضربك. لا بالمعلقه، كلي بالمعلقه. ايه؟ هو استنى احط لك بطاطس وملوخيه. بس خشوا شوفوا بقى. لا تسالش اقول اي حاجه، انا مستنيكي تخلصي. انا خلصت بقى عشان الحمد لله. رجعنا لكم بقى، معلش بقى لي 3 ايام باكل لوحدي وهي قاعده هناك عند والدتها. رجعنا النهارده بقى ايه ومعانا الاولاد، ربنا يكرم ان شاء الله ويعجبكم ايه التحدي دوت والفطار دوت وسلمى طبعا. تحكي المسابقه 5000 جنيه، يلا تشجعوا خش على عائلات سعيد قناه عائلات سعيد، وان شاء الله باذن الله تبقوا من الفايزين. خدوا بقى بطاطس، يلا بسم الله. يلا طلع بطاطس، استنى احط لك انت حبه بطاطس يا لا معلق. ليه؟ بطاطس جميلة. أنا بحب الملوخية. طب خد 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 ملوخية. عايز ملوخية ولا عايز بطاطس؟ ماشي، حط ملوخية. عايزين بطاطس، عايزين فراخ من إيه؟ خد يا سيف امسك. يلا وحط ملوخية بقى، حط ملوخية عندك وكل. دي سلوكة. قول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. وهناكل عشان بجد يا بنتي مش كده، هو كده الاكل يا سلمى؟ هو عشان الرز ناشف ومفلفل فبتاكل بايديها. يلا تعالى بطاطس. ايه؟ بطاطس. بسم الله. انا مش فاهمه انا كنت عايز ايه بالظبط يا ست. خد يا ست بطاطس. يلا مش قادره اقول لكم على طاجن البطاطس اللي جنن ده. كل يلا فين معلقتك معاك؟ طب يلا بسم الله الرحمن الرحيم كل. اجيبلي كده الباذنجان. استني يا سلمى انا هاكل. بصوا الباذنجان وجماله، الباذنجان المخلل. يا بنتي اصبري انا هديكي انا. لا ما تدهوليش الدنيا يا عم يا جمل. مخلل ده ولا مقلي؟ راسي جامد. كل يلا يا سوفا شاطر. تعالي يا ليسا. تاكلي بطاطس طيب؟
عايز تهرسها هرسها بمعلقه كده. هدي لك بقى كده ليه؟ بص للناس اللي معايا. طب اخد اعمل لك حبيبي. هتعرف تشيله؟ شاطر. سلمت على الناس يا سيف؟ الناس بتسال عليه. سيف ليه؟ انا معتبر البطاطس اللي جنبي رمي دي كمان. لا انا بطل. لا انا والشفا كل يلا. سلمى كانت بتخرط لها الملوخيه النهارده. الحمد لله كانت هتقلبها. فاهمه اللي بتكلم عليك الكلبه؟ الله اكبر. كلبه زغنطاطه. مامي يا سلمى ما تطلعيش من بقك. يلا حبيبي شيل العيش بقى وحط الطبق ده. طب امسك من ايدي يا سكر. امسك بايدك الاثنين. شاطر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم وكلي. خليت الدنيا زنبليطه. خد طبق. شد الطبق الرز عليك شويه. مامي صحيح في كل يا حبيبي. شد طبق الرز عليك شويه يا سيدي. الملوخيه جنبك. يلا انا هقف بقى كل واحد يخلص الطبق اللي قدامي. سخنه قوي. سلمى فريهم الدبوس. يلا سلمى شاطرة عشان تكسب انت. مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيكسب؟ سلمى شاطرة. اه امال حد يا سمير امال لازم نخلص طبق. حد؟ لا ما نتعلمش. طبعا. انا باكل من التعدي وامال اكل بطيخ. كل ملوخية. جميلة أوي البطاطس الجميلة. وين ساكنه؟ لسه واخد دلوقتي كنت واخد ملوخيه. ايه يا قلب؟ بتاع الزباله دي. طب ام الاول ام ملوخيه ايه ده؟ معلش معلش. ها 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 معلش. دي كده ابو ياسر. مش قادرة اقول لكم بقى البتنجان وجمال بتنجان. انا خايفه منها وانا عند امي واحنا قاعدين بنفطر راحت الدم. تلاقي الطبق المخلل بميته بكل حاجه عليا وانا قاعده. انا خايفه ترجع عليا من الخير. اعمل ايه؟ بين الكوك كل الكوكو يلا. ايوه يلا يا سوف ما تديش درجة للناس كده بتفكر. الفراخ والرز والبطاطس اللي قدامكوا وطبق الملوخية. اتعدل يا سوف. اقعد اعدل عشان الناس تشوفك بقى. اقعد اعدل كده. كلم الناس يا سوف. شكلي انا اللي اخسر
بس انا اللي اكسب في الفراخ مع بس انا اخسر فلوس. طب كل أم. لا افتحي بقك بقى، سلمى كده خلاص كلت وبتتميز بقى. تتدلع. انت بتقول شكلها اكسب في الفراخ، انا ما شفتكش اساسا كسرت الورق. طب يلا عشان التحدي. ايه؟ يلا عشان ما تخسرش. ايه يا سيدي انت اتفاجئت من التحدي؟ كل واحد الطبق اللي قدامي بالبطاطس اللي فيه بالفراخ. بابا كسب وخلاص. الفراخ. بصوا بقى بطاطس على ملوخية. حاجة جميلة كده. بصوا لي ليه؟ حاجة جميلة. حاجة جميلة. انت يا سلمى تعملي ايه؟ كده ما يوصل صح. باذنجان جميل جميل جميل. الفلفل. الفلفل نار نار نار. الفراخ بقت من غير جناحات. ها؟ لان الفراخ عشان تستوي من جوه كويس لازم يبقى الجناح بتاعها بيتهري. خد يا سمير فين الجناح؟ في عندك جناح يا سمير؟ لا عنده خلاص. مين؟ مفيش جناح. طب كل يلا. كنت كده كده انت بتخسر. انا لا هتقع انت مش الكل في حاجه. عمري ما كسبت في مره. عمرك ما كسبت؟ وكده مش هتكسب يا سيدي. تعالى تخش الصاله مش هتكسب. الناس بتقول انك تعبان عليك. هتروح بالشكل الصغير خلي هو اللي يكسب معاك. اعتبره يا سيدي هو اللي كسب. وهنحاول نعمل لهم التحضير. سيف كمان عشان سيف شاطر وبياكل. شاطر يا سيف. اقعد عيد بالكل يلا. الله كده شاطر. ما شاء الله وما شاء الله بيسمع الكلام سيف صح؟ سيف بقى سمعاني الكلام ده مش قادر اقول لكم. صح يا سيف بيسمع الكلام؟ شاطر بيسمع الكلام. خده قدامك يا حبيبي. بابا كمان خلص كمان وياكل دبوس من اللي هو الله فلاح. روحي يا سلمى تتزغرتي. ودي فلاح. انا فلاح. الله عليكي الله. انت بتدعكي في وشك كده. جميله قوي الفراخ مع مع البطاطس الطاجن. اقعد اعمل في العلبه يلا خد الكوكو كله. لا لا ما خدتوش المره دي انا هعمل فوق عقاب بجد. ها؟ ما خدتوش المره دي انا هعمل فوق عقاب بجد. لازم تشجعوا كده. يلا خد خد سلم. ام جمل. ليه سامي ما هزق مني؟ على فكره كده كسبت قوي كمان. خدت طبع. خدت طبع. خدت حتت وخدت دبوس. احمد يعني كان جعان اكل بيتي. ما قالوش هيعمل له الاكل في الثلاجة. شوفي الحتة فيها جناح ولا أي حاجة. يا ماما بوابك.
دورك بقى تاخد ورد. في لا شوف انت بتاعت الصدر اللي فيها ايه. فين دي بتاعت الصدر دي ورد تاخد ورد؟ لا مش هاخد ورد كده. ما اكلت دبوس. تاخد دي تاخد من دي. هات البتاع دي كلها كده. الله يسلم معاها. اوعي يا سامي. لا ما دي وراك برضه اختها. خد حته بقى من لا ما هي وراك. لا مش عاوز وراك. خد يا حتتين. خد حته من البطاطس. ما هو ما فيش برضه الحته بتاع الصدر. الملوخيه جوه تحدي. الملوخيه؟ اه يا عين يا سلمى يا عيني. ايه قطه؟ ايه قطه؟ قطه ما هي الكلام. دخلت؟ خد بس اللي تقدر يا زميلي خد افغاني. ايه ده؟ اوعي تسيب الطرف. اقعدي يا قطه. حبي. دي بتضحك. يا الله. اقعدي. اقعدي انت بقى. اقعدي عادي. ايوه كده اقعدي. بس ما تضحكش على حاجه بتعملها غلط عشان تعرف. خدي بطاطس. دي جاوبة من عشرة في السنتش الورق تاني. هتقعي وهترجعي ورا. لو رجعت لورا هتقعي. يا ده هسيب كل الكوب. انا كده كسبت بالثلث. يلا ياسين يصوم يقول انا تعبان ودايخ. قلت طول النهار بقى يقول انا دايخ وتعبان. ما بيرضاش يفطر. انا ما فطرتش حلو. صحبت حلو مش هتصوم. لا اصوم. ايوه يبقى تصوم فوق. يبقى تصوم فوق. يبقى تصوم فوق. يبقى تصوم فوق. ايه ده؟ ايه ده؟ ينفع؟ سيبك تقعد عشان انت مش باين. قرب عليك يا سيف عشان الناس تشوفك. قرب كده على الاكل هضربك. اه خلاص. كل يلا كل اكلك يلا كل الكوكو. انت شفت خلاص الجور بتاعك فين؟ راح فين؟ راح فين؟ طب كمله بس يلا. خلاص انا قلت عشان اجيب لك دبوس. عمال اكل فراخ طالما ما خدتش الجناح حسيت ما خدتش حاجه. طب ايه يا بنت الفخدتين دول المتبركين دول؟ طب ما تاخد فخدتين. تاخد فيها انا وشفتها. اصل انا ما خدتش والله طالما ما فيش في الجناح. عبدين خد. لا مش قادر. هو انت ايه؟ هو مفكر انا ما بحبش الورايه. خد. لا مش قادر. ما تقطع لك وركك يا حبيبي. هات طحول. هات طحول عشان عاوز الدبوس. خد الدبوس وخد دي. خد الدبوس وخد دي بعدين. يلا. انا عندي فراخ. لا بصي بص 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 اهو كل البتاع اهو. انت ايه اسمك كلته؟ بص. اهو كل فراخ اهو. خد اهو. خد يا سلمى. تعالى اقعد. تعالى اقعد. قادر؟ اهو. هاكل انا. بصوا الكزمه الكلبه. تعالي. خدي عطيه مالك. شوف الناس شاطره تعمل كده. يلا يا سيدي. انا مش قايل انا كمان كلت يعني. بصوا احنا هنلم بقى ان شاء الله الاكل. وهم يكملوا اكلهم. اكلهم ايه؟ اكلهم احمد مش هياكلهم النهارده. اه والله صوتي وزوري وكل بس هتدلوا العصير. سيب يا سلمى. جاي لك يا سلمى. يا كلبه. ونرجع لكم بقى في العقاب والمره دي عاقبهم بجد. يلا. السلام عليكم كمان مره رجعنا لكم اهو وسيف كمان بيسلم. انت بتعمل ايه؟ كانت وحشاني قوي القعده واللمه. بقالي ثلاث ايام بفطر لوحدي بصراحه. ربنا فرق كبير قوي وكلت خلى اللمه خلتني كلت. وطبعا الحمد لله انا كسبت زي كل مره. كيف المره دي بقى عشان هما كانوا سايبيننا كل واحده انا هعاقبهم بجد. اكل البت دي لمونه كلها. اكل لمونه بحالها البت دي. انا ايه هعاقبهم المره دي. هقطع جايب لمونتين هقطع على كل واحد حته وياكلها بشراها. هي مغسوله جدا يعني. لا دي قشر. طب ايه يعني؟ طب يا سلمى انت انا الليمونه بتاعتي اهي. انت لا ده انت الليمونه بتاعتك هديها لك. الشاي بتاعي والليمونه بس مستناه يبرد شويه وبعدين هروح اعصر عليه الليمونه اهو. خد يا سيدي. الشاي والليمونه بكوع. استنى اشيل لك البيز. هو احمد ده عاقبني بكده صح يا احمد؟ لا
اصل انا مش هاكل ليمون تاني خلاص. استني استني، طب اقعدي، انا مش شايف الناس. كلمي خد يا خد يا صوفا، بصي خد بصي يا سلوى، استنى اديك يا خد دي ليمون تاكلها. اوعي ايدك، خد يا سيف، خد يا سين دي ليمون. يلا كل يا سيف. خلاص لو ما كانش مش هيطلع معانا تحديات تاني. بس هتوقعي يا سلمى، نزلي سلمى دي حسب هتدوق الشاي يا ماما. اقعدي جنبي، خدي يا سلمى، اقعدي جنبي. استنى اديكي ليمون انت يا سلمى. تعالي خدي ليمون، خد خدي. يلا ده عقابك عشان دهولتي لنا الدنيا ودهولت هدومها، حشت هدومها رز من جوه. كلب كلب الغرنانه. والليمون ده ليه كده ليه؟ سمير راح جابهولي وجه، بس حلو يعني. خدي يا سلمى، كل يلا، كل يا سيف. انت بتاكل كده عشان تحط وتلبس؟ انت حاطط حاطط. سمير بيعمل عقاب بضمير قوي. خد ام سمير. لا ام سمير اهي. لا اهو. انا اللي عاقب. نص نص ليمونه بحالها. ده انت هتحطها على ال نص ليمون. يعني انت هتحط نص، لا استنى اعمل لك نص. لازم اشعر، دويها بس كده. خدي نص ليمونه بتاعتي جايه، عاوزه تعصري. لا يا سيف. اديك واحده كمان. بس يا عم. ايه العقاب الحلو ده؟ هي اساسا ناشفه وشكلها مرره. خدي اعمل بيها دي، عصري وكلي اشرب. يا لهوي انا مش طالع. خدي يا سيف عشان اعمل فيك اكلتها. دلوقتي يا سين كلا. انت كنت تحلي؟ خدي يا حبيبي. لا كفايه كفايه عشان معدتك توجع. انت اكلت ليمون؟ لا في بقك. لا انت لا كلها. يا سين كلا كلها. وسيف كلا سيب كل. كل. وانت يا سلمى فين اللي ايه تقول لي ايه؟ طب بص اقعد. طب بص كده، بص لف لف، بص لف لف، ما تخافيش اهو. بص بص سلمى فين؟ ايه كل يلا شاطر خلاص، انت عملت لك يلا انت كمان اهو. لا اهو. لا بص اطلعك عليا ايه؟ موتني معدتي تعبان، البتاع بيقف في زوري ونشف. طب بص للناس، طب انت مديهم ضهرك ليه؟ بص لف لف. بص يا تلحس الليمون. لا 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 لا. اها جن العقاب ده. بص الليمونه بتاعتي اهو. يلا يلا عشان ما نطولش عليك. لف لف يلا. هي لسه ليه مع الناس عشان نمشي. يلا قول لهم باي، اعتبر لهم بوس. بتبص الليمونه. انت عاوز تاني؟ عجبتك؟ لا بتاعتك ايه؟ انت ما كنتش خلصت. استنى استنى. خد واحد. كلمني الناس. خد اللي انت عاوزه. كلمي 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 يا سلمى. قول لهم باي. يلا قول باي. باي. الله شاطر يا سيد. انت بتعمل ايه؟ بتضرب؟ لايك. سيب بيقول لكم حطوا لايك. يا سلام يا سلام. فين عقابك انت بتشتغليني كده؟ اهو يا عم عقابي والله. لا فين القشطه؟ كليها. كليها. وحياة ربنا يا احمد اخليك تاكل ليمونه بحالي. طب كليها بس. هكسب اخل. اه على فكره. طب انت بتحبي الليمونه. هو احنا كنا قاعدين وكنت مش عاملين حساب عقاب، عشان كنت عامله حساب عقاب كنت تكسب. طب كل الليمون. لا لا بصوا اهو الليمونه بتاع العقب بتاعي. لا يلا لا 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 كل ايش. خلاص يا حبيبي بقى يلا. لا ما اقدرش والله. بتحس بحمضان؟ انا اكلتها كانت حمضان. انت بتحلي بالصوبيا اهو. سلمى ايه؟ بص للناس، لف البت دي. طب استنى اجيب لك انا سلمى. عليه سلمى. خلينا بقى. حاسس بتوعي، حاسس بتوعي. اتيها روح الباب. قومي اقفي باب، قومي اقفي، قومي اقفي باب. الترابيزه الناس بتاكل عليها، سلمى بتتمشى عليها. سخنا سخنا جميل. بص بص الرز فين. بس 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 خلينا بس. بتقول له يعني السكينه. بس بس هات السكينه. هات السكينه تعورك. بس اهو. ماشي بالسكينه يا سيدي. بص يا كده بتصوتي عشان هو بيلعب بالسكينه. بص للناس قول لهم باي. باي. لهم باي. لا تعملي كده. لا اعملهم كده. باي. لهم باي. يلا اعملهم باي. ايوه كده. يلا يلا لهم كل سنه طيبين. خمسه باي. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك. وخش على المسابقه عائله سعيد، خش على قناه عائله سعيد. هسيبها لكم في اول الفيديو بتاع المسابقه، هسيبها لكم في اول تعليق مسابق. خشوا عليه وشوفوا وشوفوا الشروط وايه. والجايزه 5000 جنيه، والله ما كلام، 5000 جنيه و5000 جنيه معايا، وانا اللي هديهم للي هيكسب ان شاء الله. وشوفوا هو شروطه ايه. خشوا القناه عائله سعيد وشوفوا قناته. عرسي الفيديو. عرسي عرسي. بيتكلم المسابقه عن ايه؟ حسبي يا سلمى.
بيتكلم عن ايه واشتركوا معاه وكده، وان شاء الله باذن الله يعني عن الفايزين ولا لا الفايزة. يلا يلا يا فايزة، يلا يا زلمة، يلا يا زلمة.